نايمه. زيدي بين لينا انت حنات يدك اختي. نومتك في الكوزينه منك ليها. نومتي السيمانه كامله اختي وانا كنضرب الكورفي. نومتك انتي. والله لا كانت لك شي، لا كان علي والله ما شقاو نحط يدي في النبات. والله تطيح روح. وانتي ما تشقاها اختي روح بما بغات توصل. توصل 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 دابا بلاتي كنمشي انا بحال خدامه. ما انا نصبن، ما انا نسيق، ما انا نغسل المواعش. انا باغا عروسه جديده. باغا عروسه جديده. اختي انت جديده على مخك. واش غنقول لك ما عندكش باغا والله اختي ما بقات لك. باغا تحط على يدك باغا يعجبك حال اختي. هو اللي شفتو. شفتي عليا. لا لا لا. شوف هذيك انا ما كنعرفش اش راه عايشه. لا والله انا عايشه. هنايا اليوم كاع فرجوا فيا الجيران فرجوا فيا عباد الله واجري اعتقني غير العوجه تدرس لي وصوشي باقي فيا اللي خدا والله تنصور لك 38 جوج ها صوري لا 38 صوري تي 52 ياكو هاد هو الشايبات على حبابهم شوف غادي دار لي مشى البوشي كنت فاتني كلاب داكين في السويقه ها لا لا باركين في السويقه تلقي مني تلقي مني هذيك عايشه البواسي تلقي مني الله خاتي السويقه يا الله خاتي شوفي فرجتوا فيا الجيران ها مالكم اش تسالوني ها والو خالتي مالكم على الشقه على الشقه غير خاصها تشقى اليوم قالت لك تشقى انت وانا خالتي ديما تنشقى صافي على الشقه المواضيع اللي لا بركون شقى انا معكم ها واه هجرتوا معاكم لا خالتي كنا واش الجيران ضليت على الجيران كلشي يطلوا البلكوات وما الشراجم ما كتحشموش فوجنا على راسنا فوجنا على الجيران اي فرجوهم فرجوهم اللي ما عداش الويفي تعالي تفرجي فيها يا فاطمة تعالي تفرجي فيها خير لكن عاد احكي لهم انا عاد احكي لهم ضحكوا فيا ضحكوا فيا دابا كنا لاعبين كارطه وخسرات وحكمت عليها وكنت في دابا واش كطنزي عليا فاطمة الزهراء واش داير لي ضحكه ضحكي ضحكي عليا اش خالتي علاش دابا هادشي دايرينو بالعاني باغيين تفقصوني انا باغيين تسلكوا فيا السكر تسر هادشي اللي راك فيا دابا انت دويتي بزاف انا نقول لك الصراحه نجيك نيجان انا راه ما كديدي باش ما كنكذبش عليك وكنجيك الصراحه اش قالت لي؟ قالت لي اجي نضاربو باش نطرطقو العدوزه العق وتسطو في شي صبيطه كنت عاد هادشي هادي يا اعطي هاوكا دوي عليكم بعد فرشوا فيا عباد الله ولا وتسمحوا لي الله يلعن والديكم الكلب انت راك وليتي نسيتي راسك وليتي هضراتي وتصدق فيا والله والله هذيك ضربتني وصلت لي كنت 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 والله الا بقات بك فاي طيبه تجي تضربي معايا وما تخليش حقك وتمشي تحرضيها عليا انا غنوريك لاليتك علاش قادين خويا قول انت لمرتك اللي تدخل سوق راسها وتبعد ليا من مرتك عارف مرتك مسكينه درويش ما كدير حتى شي حاجه هذيك اللي في عندك تخلي تدوي مع الله يرحمك الوالدين سمي صبرك على مرتك اصاحبي اصاحبي حقها كون حقاني شويه مروان اصاحبي والله مروان ما درت لها شي حاجه عارف الكوميدي ديالي اللي ديري ليا والله صافي شوف انا دابا قلت لها شنو كاين مره اخرى لا عاود حدث خلي كلشي قلت لها حقي منهم وصافي ما تبقيش تبكي زيد زيد يلاه اجي تيا كيفاش قضيتي واش انا نبقى النهار كامل وانت مضاربه ليا مع فاطمه عرفتي يا خالد تحكرت وانا في داري تحكرت من الصباح شقيت ما خليت ما درت من دخلت قلت لها واش نوجد لك الفطور عطاتني المعيور وشبعتني وشي هضره ما خصهاش تقال وكلام الزنقه دابا شكون انت انت غير كنتي انت قايه انت راسي مرت خوك واعره شو انا كتبان عليا فوجي مناش هي شي طماطه منات انت واعره بجوجكم اجي نوريك تفليقه في راسي هلكتني بنت الهم هلكتني متو بجوج وهنيتونا الله يحفظني الله يحفظني يلاه قلت بسم الله وانا راه بزاف راه بزاف هادشي وبنادم كيكون خدام الو جريت جري عيالاتكم ضاربين انت مالنا حنا اللي مجوجين ماشي انا
راك عارفني عايدي بعيد وما كنجبدش يا لا لا ملي تبغي تخاوش معاك دخلي لبيتك وسدي عليك الشيء لا لا تفتني لا تفتني نوريك زغبي في عال هكا غادي صف والله العلي العظيم هذا لا انا نقولها لك فوجك مرت خوك راه صعيبه وشاطه ماطه وما كتفاهمش وما باغاش تشقى وما كديرش المنين يدوز شوفي نهار الاول قلت لك ما عندي ما ندير بلا ما تقعد تنوري عليا والله حتى بقينا هنا ما عندنيش باش نكري لك راهي حيت كنمشي ضربت شي ولا تقعد من عندي انا تفرقعوا سوينه هادي وما تبقاوش تعيطوا لي انا خليوني في تيمان خليوني في تيمان عيطت لك انا ما عيطتش لك ما قلتش لك جي فكني خليني تنموت جديني للقبر اخويا حيت ما كتحنش فيا ما كتقولش ما انا مسكينه كتضل في الهم كتجي وتزيدني حتى انت راه الهم انا اللي فيه مال هو دابا كيجي من مرتو كيقول لك مرتي دريويته ولكن انت ديما شاهد سير اش غندير ليه هو مسير امك حتى ما تكون مسي واحد يضربك لداك الفم ويلي راه الفقصه يا ويلي يا ويلي يا ويلي كل نهار الو مالهم ضاربين كل نهار احنا اللي مجوجين في هاد البلاد واش هاد العيال هادو ما يخليوش طايح مرتاح يا ربي السلام العافيه حيت ما لقاوكمش رجال كون لقاوكم رجال اش غنديروا ليهم لقاوكم امكم وراكم حشيتوا ليهم الركابي واش نضربها نمشي للحبس ويلي يا ويلي على الرعواني نضرب هذا الشيء للحبس شوفي فاطمه الزهراء والله الا دري ويشه واصلا بنت الناس والله ما ديال العصا خاصني وقيلا ندير لكم كاميرا انا في الدار باش تولي تشوفوا عيالاتكم على حقيقتكم سمعتيني ومن هذا الشيء كاع كله نتوما حتى عرفتوا خوكم جاي عاد راوتوا لي الريكاطه في الدار وموتوا لي الشياط سي محمد جاي اييه واش جاي يدير ايوا جاي لدارهم كيفاش جاي يدير مالو باغي تشاور معاك وانا هذا سولتك تي كدوري فيلا جا مرحبا بي اخويا هذاك لا راسي وعيني ايوا حتى كتقول لي اش جاي يدير باش تقول لي مرحبا بي خويا ومزيان ملي جاي تقول لي اش جاي يدير وهذا كنشوف راسي انا وخالد واحد في بيت وانا في بيت راه لا جرى ما فين غير يريح سوقك يا سيدي حكموا عيالاتكم حكموا عيالاتكم حكموا عيالاتكم دوي مع خالد انا مرتي تابعه سوق راسها راه ما كتنوش دجاج على بيضه لا ويلي مسكينه مرتك تحطها بحال الامانه تحطها في البلاصه اما تنوش وما تملمش شي بعدا وشوف عينك عود انا قلت لك خاصني وين ندير لوالديكم كاميرا ونصورهم ليكم ونخليك تشوفهم على حقيقتهم على عينيهم انتما عا كتبغوا تعاملوا الله يعطيك الصحه ما كنبغيكش تعصبي ولا طالع تقصصوني في السبيطارات عصبوني ملي فرشوا فيا كاع الجيران كلشي طالو لا من هكا من هكا طل 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 الجيران اش كيعطيوكي دخلوا علينا المونة دخلوا علينا واحترموا راسكم وشدوا عيالاتكم قمطوهم راهم مربيات شقلطهم مدريات صغارات مدريات صغارات كون كانوا بعقلهم واش مضاربين لي على جوج مواعن جوج كشوف شقوفة مضاربين لي عليهم غسلتي غسلتي صافي الواد انا غادي ندوي معاك انا الخير نوض 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 الرعواني نوض 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 تقفقف الشياطة ديال الرجال شكون؟ اخبار الخير اوه بطل خير السلامة صباح الخير مزيان مزيان هانيا على سلامتك اخويا الله يسلمك زيد زيد هو اللي داك تسنى مسكين زيد 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 اصاحبي تزيد زيد تزيد شنو هذا جايب مع خويا تورط وليدي محمد انت فين هانيا ما تكرد وليدي على سلامتك حبيبي سلامتك حبيبي ملي جيتي على خير وبخير اه حنا الوالد انا شاكر مروان واش غدير اولادي صافا بخير مروان وهنا انا وناس محمد انت فين هاني السلام اخويا راه هردك غادي وكطوانا صافي برج ايفل فين راه خالد شي بخير انا امو شي بخير مولين دا مزيان عيد الحمد لله كي داير انت شاكر اه حنا واش جايبه ليا كاعيك لاباس اه سمحوا لنا غادي نجيو صافي الوالد ويلي وليدي داركم هادي وجيت طلب السماحه من داركم المهم تك وخوتك الشكلاط جي الشكلاط وداك الشيء الشكلاط ذاب طريق طويل على الكروي ويا اش غدير اش نقول لك امي حد دخوتي ليش مجموعين هنا وكلشي كاين انا الوالد عطرا لي واحد المشكل ها وليدي الحمد لله داك المشكل صافي تفارت القضيه وكنت عارف هذيك في البلاد صافي وليدي ملي جيتي انا عا هكا بصحيحتك هذيك هي الدنيا وما فيها دابا هنا فيك البلان انا الوالد رجع تريفولي تريفولي ناقص بغيتك تهجره بغيتك تهجر ايامك على عمرك انا لا راه ماشي راه ماشي واه الوالد راه مروان راه كيعرفها الزين عارفه واخا الهضره ماشي مداد
هاني يا خو محمد ما دير فراسك والو. شوف ما ندير فراسي والو، غندير فيها طربوش على الشمس شي لعيبه بحال هكا. شوف اخويا البلاد ما بغاتكش، مرحبا بك في بلادك وفي داركم، تهجروا الدعوه في الطوريات. كمالك اصاحبي ما تدخل سوق راسك اشو داوينا الدراري بزاف صافي اصاحبي نوض غيرو خو محمد على سلامتك. مرحبا بك دار دار محمد، دار دار ارتاح ليا خو محمد. نوضي غصبك لو ما دياش خداني ما ديري له والو في حياتي والو. دابا تشوف وتفرج على وليدي على عويناتك وتشوف فقص امك فين عايشه حاكمينهم عيالاتهم. عندي شاور تنسالي الويده ونعاودها صافي وليدي نوض ترتاح. انا مرتاح. لا انا مرتاح مرتاح. ما دير في راسك والو وليدي، جيتي هذيك هي الدنيا وما فيها. انا عاد نشوفك حي قدامي احسن ما يجيبوك ليا في صندوق. وليده الساعه شويه. يلا وليدي نوض 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 ارتاح لك نوض دخل دخل واش تشري بالله. انا باغيك نرجع لك. واخا وليدي سير طويل على الملقطين الاخرين ولي على بلاد الحرام الطويطان زعما خوهم دايرينو ضحك يضحكوا عليه. بلاتي يا وليدي يا مريوين بلاتي صافي بقا تعرفوا ها انت دابا طلع خاطر مرت لاوسي خشيون بغيت نقلب عليها. شوف شويه بشويه على الحوايج غنجمع حوايج الحمام. فين غدا كاع الحمام اختي نغسل عضيماتي. قالت في الحمام، حمام 260 هو حمام يعطيك الضحك. اختي علاه تجيب راجلي واش يمشي لتركي ب 100 درهم ما عندوش. دخلنا لك والله دابا انتي زوينه ما شاء الله وانا على مزيناتي ها وعايشين في الكحوطي. دخلنا لك والله حنا زعما ما نستاهلوش حنا نعيشوا الحياه ويكون بسطامنا عامر والزرقات كيتفرتموا عليا. وهادشي اللي عطانا الله، عطانا جوج درجاله مزلوطين حيت والدينا ملي كانوا الناس يدعوا مع اولادهم يا كيسهل عليهم حنا واقيلا كانوا كيدعوا علينا. كنشوف يا اختي الناس كي دايرين داخلين اش منك يا طوله اش منك يا تجريده يا اختي والزين والريحه تعطعط. شوفي والحوايج عرفتي شنو الحوايج صاحبي داروا حيلي كتلبسيتي وتريكتك داكشي الماركة راه شميت الريحة واصلة لي تال لهنا. جا خوه جا جا خوهم جا خوتي كي داير ودار لك دار لك اللي ما عندكش العينين وتشوفي في هذاك انت ما تمشي في هذا. وانت واخا باغا تطلقي ولا باغا تطلقي انا بجوج شي الله يسمعنا شي واحد لك انا نطلق شي لك انا بحالك نطلق. شوفك شي واحد الحمد لله قبل عليك خالد ولا قبل عليا مروان بحالنا حنا جلاخ نهار ما طرحنا نتناتفوا شكون اللي كيقبل علينا شي على قبل هذاك نتناتفوا نطيح الرواح. انت راه باينه الفلوس باينه كاينه الفلوس كاينه البينكا فلوس وزين وكل شيء كل شيء عمرك شي طاق فيه كل شيء هذا فيه كل شيء. انا زربت والله زربت كان عندي راه غنزربتي انا راه تشمت والله الا شي الا ما كنتيش دي بحال هذاك لا ما تقولي اختي تجوزت بلا ما تقوليها ماديا ومعنويا. ايوا دابا اللي عطا الله عطاه خذيه. دائما كنقول لك انا وياك غادنا ليا لا زهر لا ميمون كنعلبو الزين. لا شمن الله نعلبو الزين انت شو الريحه فين واصله انا نيو في عمري شميت فيهم شي ريحه بحالك. نعلبو انا وياك نوض تقعدي خليني نمشي الحمام نجي نحط لك ظهرك بلاش. هيا ما كتحرقش حيدي عليا شي قلت لك شحال من خطره عايشه البواسه عطاها لي سيدي ربي وصافي كاع النهار وتي ما كتعياش ولا تمسح عليك العكار اللي في فمك بالجباه ديال عباد الله. انا كنتني مسحوره على بحالك شي مشكله خالتي قولي لي هاني جايبه عواشه شتي كتوشوشي تما. انا ومن تشوف فاطمه زهره بالعمى ان شاء الله والعمى ان شاء الله. شوفي نقول لك واحد جوج كلمات غنقولهم لك ديريهم هنا بانك في ودنيك. قولي تا 10 مرحبا لاله ولدي محمد شا على سلامتك. الله يسلمك وين جيك. بغيت نسولك فقبل ما تكملي لي الهضره انت علاش ملي قلت الصواب انا كنعرف راني بويسله ولا قبلي عليا حامضه انت ماشي عب بويسله. دابا هذاك اللي والدهم ثلاثه باهم واحد يعودوا بالله واش طالع شي مسير مطبي غصبك بنيتي كيفاش باهم واحد حيت خالتي نجيك نيشان اه ولد الاشكال والانواع. كملي اش كنتي تقولي لي وسيره من تيبا تربي الكير شي 100 مليون الله ما يراها فيها لك حله سهله وما حشمتيش دخلي لي في خصوصيات حياتي. كيفاش باهم واحد ما علينا لا اختي انا ملقطاهم لا حاشا حاشا انا هي الملقطه. لا انا اللي ملقطه اللي درت لك الشان والمرشان وكبرت بك وجايبك لولادي صافي. غير كملي لي اش كنتي غتقولي دابا اش كلمات غنقولهم لك قولي وعليا باليمين ونشوف شي وحده ناوضت شي سكاندال في الدار وحمد راه ماشي هما دوك الرعاوين اللي واخدينكم. لا ماشي هما هذه عند اشي هاد النقطه بدات والله تاع عندك فيها الحق بالطابع ماشي بحالهم شي كون كان ولدي هنا محمد عايش معايا وما تقدر نرجعكم للطريقه نتوما دوك الشميت اللي واخدين بصح. دابا غتجمعوا لي رؤوسكم بين في راجل دي كوردي احترموا رؤوسكم بارك عليا من الصداع بارك عليا من الشوهه انا كنعلم فيكم وهذه انا ما عندي وزاش لك بنيتي امانان
ديال باهم واحد ما غندوزهاش لك. سلام كوا كبيره خير. سير سير الله يلقيك. أمرك وتاكل ليا في علفي. ضحك على الوقت معولين عليه يجي يعتقنا جاي مقرد. ما فهمتش انا اخويا مشى لاوروبا عاش عاش في الاخر جاي عندنا حنا يبقى تما ودير مستقبل ولا جاي حنا موحشين فيه. وانت راه باين داير هاك حلا زحلا هذاك وراه شفر شي تيليفون ولا دار شي حاجه وجراو عليه. حنا عولنا عليه زعما يجي صوفينا ويهزنا ساعه هو جاي طامع فينا اخويا هادشي انا ما عاجبنيش ديالو انا يكون بقى تما. وانت كون ما جاش غتقول لي هاد الهضره دابا اش غنديروا مع هاد خونا هذا غنوليو نصرفوا عليه انا وياك. والله ما نصرف علينا خير انت مريض ولا مبطسطيني شهبين انت اش غنصرف عليه انا منين جيت منين؟ الشيشه جا غيبرك تمايا ما كاين لا خدمه لا وانا نعرف هما دوك اللي كيرجعوا الله يستر ما كنتشفاو فيهم اللي كيرجع يعرفوني راه كيشدوك اكتئاب اصاحبي خويا وداك اللي شدوني انا اكتئاب راه مشكله كحله بقى انا عسيتي مني واش شدوك اكتئاب ولا ما دبر محنتو انا خويا راه ما غاديش نصرف حتى كتبات موفي عليه خوك هذاك دبر راسك انت باش انت داك كيتسطع الوقت وانت انا مضاربه مع منال وكتقول لي الموفي عليه باش غنموفي عليه على اساس انا مزوج راه عندي وحده في الدار لا مشيت تجبد شي حاجه من غير شوارها تسمع لي العمري سمعت خالد زيدني عليك اصاحبي عرفنا اش غنديرو اخويا والله ما عرفت. شوف الديار ديال الله تحنا تيتينيني ما عندناش ما كاينش ومريضنا ما عنده باس يبقى بارك لينا تما صاحبي سكيت لنا الدم حيالاتنا اش غنديرو لي راه خونا هذاك نقول يخرج بحال هذاك ما جاتش خلي هادشي تنشوف هنا يخرج اصاحبي راه هادشي اللي بان لي انا غنديرو وصافي علي الدم وحق الرب صاحبي والله العظيم كون مشيت انا طجيت شي قحط ان شاء الله ما تمشي بالله تا كبرت انا وياك هو راه ملي عقلنا عليه هو في اوروبا اش عطانا الصيفط لينا تا ملي تعقل عليه هو في اوروبا نهار جا جايب معاه صاحبي صويك تا هو طلعني اصاحبي واخا واخا خالد انا راجع انا راجع سير اخويا سير لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم عرفت غنديرو مع خوك حكا مشيني مشك صافي واه سير مروان سير سير انت ضارب الدنيا بطالون راه انا اللي غناكل العصا ولدي محمد ماك ولدي شتك ما عجبنيش ملي جيتي انت عاد تخمم وانت عاد ساهي لا ماكله كليتي كنتي موحش الماكله ديال امي امتك ماك وليدي بغيتي امي انا ما كنخبي عليك والو وليدي شوف انا راه ميمتك وباك وخوك وصاحبك وصاحبتك ومرتك وكلشي فيا انا اسمعي لي قول لي شكي عيالات ولادك خرجوا رجالاتهم تما خارج هذاك الشيء علاش انا جيت عندك اوليدي اسمعي لي اش غنقول لك مزيان انا وليدي ولكن السر ما يبقى هنا يا وليدي راه ميمتك هادي انا ميمتي راه مكير لا ريف ولا والو انا ربحوا في يدي شي فليسات لكن ماشي يا فلوس فليسات يا وليدي اسمعي لي وهاد الفلوس سيولا بنا عرفتيها فيك حلال اه امي والله عرفت قولي قولي ديولي ايوا صافي ماشي ما انت نسيت داكشي صافي وليدي ملي ديولك الحمد لله وقلت نجي للبلاد هنا اييه ونبقى حدا امي وحدا خوتي انا عارف خوتي فنياني ما كيدير والو في الحياه هي تم ترعد الله راه كتقول ليني امي صيفط امي دير هاني طن مشيت هنا كل واحد ندير لي بروجي ديالو حتى انا ندير واحد البروجي ديالي وناخذ شي بارطمون حيت تسكني معاه خليهم هما يتقاتلوا هنا ويبداو في الحياه وغادي بشويه بشويه سير وليدي انا بغيت ربي يسهل عليك ولكن عندي شرط واحد انا وليدي ما تجبديش ليهم حتى حاجه ويلي هك صافي حتى نجي للسويرتات ويوجدوا لي هذوك المسائل صافي نأدي معاهم صافي وليدي صافي سير وليدي الا بغيتي الا كان السميح بغيتي الا كان فلاضي يطلع لك انا داعي معاهم انا داعي معاك الصباح وعشيه وليدي وانا مخلوق بزاف علاش وليدي مالو؟ راه معاه فلوس علاش وليدي؟ شوف ما تعمرش راسك بالفلوس ما تعمرش قلبك الفلوس اوليدي ديرهم هنا ما ديرهمش هنا على حسب والله يسخر لك اوليدي شوف عاملي فليساتك وديال الحلال راه يبارك لك فيهم الله الا كان وليدي ماشي حلال راه هذاك هو اللي تخاف منه نعمرو لوليدي واخا صافي وليدي عاملي فرغتي عليا قليبك صافي وليدي شرب كويزيلاتي وفقي قسات وفرح يا الله كيف غندير صافي دخل الفلوس دخل الفلوس صافي علاش منين جي وكيفاش جي صافي الله يرحم لك الوالد بارك عليا من الهضر خوك 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 اش غندير ولدي جا مرحبا بيه اللي جاي ديالك بحيقه ها اللي جا سير صرف عليه وجيب الفلوس وكلو وشربو وتعيب انا والدي مش بغيتي نضاربو مع امي راه دابا ندوي معايا ولدي حركه كون راجل وكون سيدي مولاي والعام اللي جاي يلقاني انا وياك كنعاودو نفس الديسكو اخالي دير عقل اخالي تجمع فلوسك اخالي دا غيديروك هبيل
هنا السيد راجع له فيك احنا ما نديرو كلشي كنجط منك حتى تجمع يدك حتى ما عندكش اخويا تمشي نمشي نخدم ونجي نقول لهم انا نتبعك راه هاد الشهر بقصوا لينا وداروا لينا وفعلوا لينا وما عندي ما نعطيكم ونكمل جا كتبكي على امي ديما ما عنديش ديما كنقولها ما عنديش اش بغيتيني حشمت من عليك وجيتيني راجلي وكنحتارمك ما عرفتش كتكمد لها اش كبدت ليا الف ريال شنو هي الف ريال الف ريال الخزنه اخويا راه قال احتفظ بالدرهم الابيض لليوم الاسود غدرهم وحده غتلقاها مالي مالي شحال فيك ديال البلانات وشحال فيك ديال العبارات حيت ما قريتكش انا ما عندكش اللي قريت كلشي باغي نجط منك انا الوحيده اللي كنضرب لك الحساب وفي الاخر كتنوض تسرودني معيور دابا صافي دابا ندوي معاه نقول ليه نوضيش مع راسو انا عارف وقشر عليكم هنا في الدار نتوما تبغيو تحرر الكوكب سياسه ونعرف حتى انا شنو ندير ونعرف اللي ليا ونجيب خبرات بقادين وتتا كيديروا داكشي اللي بغاو عاد تتصق الخبار خالد المديري ماشي مشكل اللي قلنا له ربع اللي ما قلناش ليه ربع صافي صافي شي العام اللي جا لقيت حتى هي تي هذاك فيا انا تهز عليا يديك دابا خوتك ولا امك دواتها تبانوك اخويا كبر مني اش غندير خاص علي الريري بيش كبر مني خرج عينيا تا انا بمرتي وبداري وتتا عندك حق اللي نشطو هو مالي نتنشطو انت واخا ما كنا نعيطو اللي بغينا شي 1000 درهم 500 درهم كان كيصيفط لا لا كان ابوك صالحا صافي شويه انا غندير لي اديب بالادب صافي دابا مره في العام حنا غنبقاو نولدو في العام كامل صافي امان صافي امان الله يرحم لك الوالد صافي بارك او خلينا نتفرجوا شويه جاي صفوا نشربوا وانا نسهر شو تبقى مع الحافل البيشة ما عندك ما يدار ما عندك راجل تهتم بيه ما عندك والو وانت غتبقى غير هذا خشيف امك نهار ما طاتت تنقف دوك السنين ها ام زهره شي الحيمات محنوني داك الشيء علاش ولفت لك ياخذوا هذا حكيتي فين غنخرج فين حدي غنخرج انا فين ما نخرج لقى داك خوك مجبد ليا جالس فوق السداري لا شغل لا مشغاله واش ما فهمش انا صيفطوا لي فولي باش يجلس عندنا ديما اش بغيتي ندير ليه انا اش بغيتي ندير ليه نجري عليه نقول سير بحال هكا راه دار واد اخويا قلب على خدمه تاعو هو يخرج يدور شويه خلينا حنا نتنفسوا النهار ما طلعوا حنا حابسين راسنا كنبغى نتحرك على خاطري ما نلقاش تحركي لبسي المسور تحركي شكون دوا معاك لا خويا انا ولفت نلبس اللي بغيت ولا لا ما تبغيش تلبسي اللي بغيتي حتى لدارك وديك الساعه الله يجعل تبقي عريانه شكون دافك انت غنديروا هاد الدار وانت هي اللي شديتي تعطيه لداركم ها انت حنا راه فدار مشروكه ماشي بوحدنا فهمي الله يرحم لك الوالدين بديت تعصبيني عاوتاني بصح ما كيكذبوش ملي كيقولوها لو جا المشروع عمرو ما يتسل يتلقى عارف انا هذا الشيء مزار الله يرضي عليك خويا هذاك جا انا ما كرهتوش يرجع ولكن راه هذا لا حنا صابرين شي حلم مولانا دخلنا عليك بالله يا مروان جا ما كنا عيب زيدي ولكن تي تيني ني جالس واكل شارب اخويا ومن الفوق تعطيه انت شويه وخالد يعطيه من هنايا علاش اخويا والله دام عندي ريال والله لا شاف الريال الاحمر عندي امي اللي كتصرف عليه خليها منها لي وحرشه هي قالت تقول لي انه يقلب على خدمه راه كاينين عيالات خوتك كيبغيو حتى هما مساكن يدوروا في الدار تعاد الهويه عسم عسم نقول لك امي راه بالفرحات عليها من اللي جا كل شيء كدير عليها كتراري بي انت كتقول لي حرشه صلاه لك صلاه معاك هاي 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 لا تصعتي والله بقاش عاد تصبقني قال لك كثرت لها مهمه اخويا الله يحفظك فهمتيني انا ديما سبحان الله العظيم كنبغي نوصل لك بزاف ديال الميساجات وما كتبغيش تفهم والله يعفو على اللي كيتلفوا وحنا راه كانت كيفو معلم انت قلنا لك منك حنا شنو لك تكيف ولا ما تكيفش الله يعفو لك امين اخويا لا عفو كيطلبوا من الله بني ادم كيقول لي يا ربي يعفو عليا امين وانت ما في خباركش واحد الناس عاطين على النعاس والرقاد وما مسوقينش كاع هذاك ما بقيتيش الله زعما يعفو عليهم ساكنين يفيقوا شويه هما يدبروا على راسهم يحركوا قضيه كل واحد شنو عنده يا كل وهمه كل وهمه بصح ما كذبتيش فيها لو كي دارت لي حمار شويه من هذا ما كيفيقش قال لي فيق شافيق هاني بعدا الوقت ما الا بخير اخو خالد ماشي مزيان ويدي مسكين عيان وياه هز عليكم الهم ايوا بنادم خاصو يقولها لراسو ينوض شويه تحرك اصاحبي والله ياك خويا واش غادير الوقت انا ما بغيتش بنادم يبقى تيتينيني وانا اخويا الظروف اللي جابتني ايوا مرحبا بك اخو محمد على الراس ولا ايه خاصك تهلا بخوك تعنا بخوك انت هو الكبير انت اللي خاصك تهلا انا كنسمع الدقان الخاوي اخويا كاع الدقان شوف الدقان في الخاميه ما كيسمعش كيقول قصد العوين شرب الماء خلي ديك الراحه ابو محمد وخالد خالد تما بلاك يعني عند الباب مالك شوفي سمعتي ملي كنتي كتهضر على خوك هاودني منك غادي تدخل سوق راسك وتفرق على خوك تبارك الله مروان ما غاتفرقش عليه
راه غنجمع لك الشطايطك اوليدي انت وهذيك فين بغيتي تلوحيني غنلوح للزنقه ياك امي اي من بيني جا ولدك الباب ولا شي انا باغي تسمحي فيا حيت حتى ولدك هذاك ماشي خوك ها اللي تهضر عليه ما هضرتش عليه بالخيبره ها فاضي نزرك ندير لها خاطره علاش هو الا ندير لها خاطره انا قلت لك راك شماته انا قلت لك راك العواني تقول لي امي الا ما تقولش شي ندير انت هو باغا تخاصمني مع مراتي انت هادشي اللي بقى تجمع بخوك انت وتهضر بخوك انت على قبل ما تبقى مراتك على خاطره ندير لها الخاطره ما تعرف العيالات ضايع عوجه عندهم انا السحقه وانا انت اللي عوج لقالك وانت اللي عوج ما قالتكش هاد الكلمه هذا سمى طلوعها ياك ولا خلينا نبدل ساعه اخرى الله يرحم ليك الوالدين انا دابا خارج انا نبدل ساعه اخرى انا تبريت فيك ها الاولى الثانيه والثالثه والله وليدي الا مرتي في هاد الدار يلا زيد زيد ها ما تخرج خرج يلا زيد شويه شي باغا تجري زيد خرج لا انا والله لا نمشي انا بارد لك هنا في هاد الدار يلا لبس هذيك ديالي وانت العواني وانا العواني انا العواني هذاك راسه انت شي كاموني لما تحكيتي ما كتعطيش الريحه صافي دابا نمشي ما ضحكتش دابا الله وسير اللهم بغيتك وليدي زهره شتي عطيه القاصح هنا بالحرم بعد كامونيه قوا ديال امك تبقى تهضر فوق هاد الخاطر يا كفاله مميله صحيبتي ومرحبا اللي جا وجاب بسم الله الله يعطيك الخير وانا ما ندوزكش من اين لك هذا انا مستثمرون اللي جيب ليا بانا وجاب لينا وقلت لي نشركو انا وياك نشركو الطعام احي ياك كنت نشوفو تحت من ناموسي وتكمديه ياك كنت نشوف الشكلاط فحالك داخل الماري وتخزنيه ياك كنت كنشوف الفرماج كيخرج غير مع 8 كينوض راجل كديري ليها ابي يا صاحبتي انا خبي الماكله ما معطاش لي انا هادشي الله يخلف عليك عارفينك بنت الخير وبنت الجوده عاجبك هادشي اللي ولا كيدور في الدار دابا والله ما عاجبني قلبي عامره صحيبتي شي خالتك قلبي توجهها من نهار جا داك ولدها لهنا وما بقاتش كتحمل مروان وخالي ولات باغا له مع السبه ما فيها خير واحد سليع فينا غير مع الرابحه وحنا الا بقينا بحال هكا مشتين انا وياك نجي في قنت وانا في قنت غنلقاو راسنا في الزنقه لا لا اصلا قبل ما تجي عندي تحزرني بهاد البنينات كنت غادا نجي عندك غنقول لك فاطمه الزهره نحطوا الراس على الراس ونكونوا قوطات ها انت قلتي معقول نحطوا الراس على الراس ياك لا بغيتي نوصلوا للنتيجه وانا راه باغا هاهي نكون واضحه معاك هادشي اللي غنتفقوا عليه راه حاليا بما مشى هذاك حيت اختي ما كنشيخش في لا نيتك ناقصه لا لا دابا بغيت نقول لك انا ما عرفتي هادي اختي تكون بدايه موفقه ونبقى انا وياك الخواتات ان شاء الله اه شي جيه راه زوينين واعره شيطانة ما كان تيخش انا ولكن اختي ملي كتكون حاشك في هذاك بلا ما نقولو خصني نقول لك لالا ومولاتي وسيدي يا قال الكلبه هي ياك سمع نقول لك خلينا نديرو ليه تفليل ونفكروا ليه شي لعيبه نطيرو حيدي منك الانانيه وغنزيد انا وياك والله غطعان دابا حنا شرب شركة الطعام شركة الطعام عرفتي هذاك اللي في يدك باش يخرج في الغدا يخرج في الغدا دابا غنتافقوا ياك وغنوليو صحابات صافي ماشي غير صحابات ليد في الليد تيتقضى قراراتنا والبنان تنغدى عارفاني خارجة ليا كرشي لحستني بكيلو البنان باش انا ملاقي معاك دف ما تقلقش عليا صافي صافي ويمالك ميشنوك خويا ملي جي شي والوالده كتنقر عليا ما فهمتش انا هذيك الوالده انت شنو داير لها شوف روح ديال الوالده ما هو صافي اصاحبي راه عارف اللي كاين انت دابا ندير هكا وهكا وانت كيفاش ما نديش على خوك جايه كتفضلك علينا جي شي البارح ولا اش كتقول لك محمد هو اللي كاين حنا من الصباح نصرفو ونخدمو ضربو تماره وفي الاخر انت هو اللي هاز الدرابو ما يمكنش مروان هادشي راه وحش ديال الوالده شحال هادي ما شافتنيش اصاحبي اه تولى فليت انا توليت نقول عليا بحالكم عزيز عليا مروان انت ماشي بحال الاخر جيت دير واش غنعرف اخويا علاش رجعش كلشي عايش تما صافا ليش جاي جاي ديرنا المشاكل حنا راه مزوجين بعيالاتنا وصافي طرا لي واحد المشكل تزبخوك ولا تزبخوك صافي يا صاحبي واسي خوك صاحبي تيسر لي انا الله وندير بريده نمشي في حالي انا غنشوف اخويا هادشي اللي كتقول خوك انا صاحبي انا جيت عندك هنا للمغرب غير خصك تعامل معايا ودير معاك ودير المزيان ودير بزاف ديال الحوايج وصافي يا صاحبي غطيها في قلبك حتى في العيالات يا صاحبي
حنا غنشوفوا هادشي واش غيتقادوا ولا ما غاديش يتقادوا. عيطنا نشربوا شي قهوه. القهوه صرفت حتى انا والشعبي ولا بغات تسقينا. انا رايح خليك مرتاح. هي اللي درت شي اخو الله يحفظك. الساعه اخرى. انا باغي نشرب قهوه تلاقيش معاك. ما فهمتش انا واش القهوه اللي كتعرف انت. انا بغيت نجي نهضر معاك انا عارف اللي كاين بغيت نجي نهضر معاك. خويا انا اللي غنوض. صافي ريح انا غنمشي لحالي. يلا. والساعة اخرى عطانا شي ساعه الله يرحم ليك الوالدين. الله يلاه هو. السلام عليكم. وي سي عبد الرزاق صافي اخويا الله يحفظك. صافي القضيه الله يرحم لك الوالدين. شوف هذوك المحلات بغيت وحده بعضياتهم. صافي راك انت قلت لك على لافير. يكونوا قد في المساحه. الله يرحم لك الوالدين. صافي يلاه اليوم ان شاء الله اليوم راه غنجي انا والوالدين نعطيك الامان. الله يرحم لك الوالدين الله يكبر بك. سير كما فرحتينا الله يرحم لك الوالدين. يلاه سير الله يعاونك الله يكبر بك خويا. فق صافي قسما بالله عليك اخويا كما كاين السما الصباح انت اوف انفخ اوف انفخ تماك شنو هو هذا خويا دري يا صاحبي الناس يجيو من الغربه يجيبو معاهم كورو واش مريح تيتيني يا صاحبي اش محمد ويا صاحبي والله ترجع على انت ما فراسكش لا خويا ما في كبار يا صاحبي رجع وما جايب معاه حتى ريال. انا قلت زعما لا رجع يرجع بكحالة ويصوفيك ويصوفي مروان والله الا كنت معول عليه خويا غير يصوفيك يطلعك مع الغربة تدبر على راسك هادشي اللي كنا معولين العائلة كاملة فرحانين وقالوا محمد راه مشات تما وصوفا القضية وكدا صدمنا صح خويا هادشي اللي كنت كنسمع كنت كنسمع محمد خدام تما مزيان بكحالة اشمن كحالة اشمن كحالة قلت لي رجع ريفولي والله يا خويا لا صدمتيني الرب صدمتيني واعره يا ولينا حنا كنصرفوا عليه ما خدام ما رداه ويه اش كدوي من نيتك اخويا انا نكذب عليك اخويا شو واحد كان في الغربه وضرب طويل في الغربه وجاو كتصير من جنينه ويه خويا هادشي ما تتفهمش هادشي راه ما دخلش ليا براسي خويا هذا لا اله الا الله محمد رسول الله انا ما تقبلش هاد الوضع اللي فيه انت والله ما تقبلو والله سلاف صاحبي حيد عليا انسان سا سا خويا انا تحرك من جاعه القهوه كاين اللي عصبك في الدار هذا وحق الله شنو انت غاتغوش هذا ودي شاد انا سخف عرشي لينا شي رشيشه حيد حدا شاريها غاليه هاد حيد حب جابها لي خوك ياك تغلى عليا انا رشيشه ديال ريحه فهمت انا يا العيالات وانا لا انا بغيت الدرام الا كانت السيده دابا جالسين في الدار شنو نخرج نضرب تعميره ونجيبها ونعطي للوالده وهي تصرف عليه وتقول لي هاك وزيدك ورا هادشي خويا علاش كنا كنضلوا نغوتوا ونضلوا نهضروا وانت كتقول لي اش غادي ندير وانت باقي طول ويعجبك مازال غضرب عليه تعميره ومازال اخويا غتحطهم من جيبك باش هو ياكل ويشرب وناس فابور تمساره هادشي غندير ليه حد بزاف او شو واحد جا من اوروبا قلنا غينقدنا وغيدير لينا الشان والمرشان قدام الناس قدام العائله السيد راجع ليه فولي هو طامع فينا واحد ما لقاكمش رجال لا انت لا خالد عاد تخرجوا تخدموا وتجيبوا وتعطيو لامكم وهي تصرف علينا ما تنوضوش هو ينوض يخدم شتي كتراري بيه بحال الدري الصغير بحال يلاه والداه وانتم مايا بحال الحمير طاحونا وي بشويه تتوي بشويه فاطمه الزهراء كتعصبي فيا خليها تسمع ما قلت لها شي حاجه ما كايناش البارح كنت خارج لقاتني انا وياك كنهضروا هنا راه سمعتني لقاتني عند الباب سمعتني انا وياك كنهضروا شادين في النميمة صافي كنقول لكم نكون انا وياك كنهضروا باش نسد الباب بلاتي سمعتني ما عرفتش شنو كنسوق قاصد نقول لها لمخك غنطح مخك كنقول لك انا بنت الناس ملي كون كنهضر انا وياك هبطي صوتك انت ولات تقول لي انت شمات انت رعواني قلت لك بحال هكا غادي شمات ورعواني مخلي هو ناعس وانت خرجت قالت لك الحقيقه شمات ورعواني فهمت انايا علاش ما نام راجلها مزيداه وراجل وانت ديما مطيحه بيا رانا راجلك احنا اللي كنطيح بك ياك كنظن قريك حاج باغا لك مصلحتك وفي الاخر كترجع لي اللومه سمعتي قريني ولكن قدامهم خاصك حبيبي مروان كبيده باش حتى هما يديروا لي الشان كيفاش انت ما دارش لي الاعتبار باش يديروا لي هما هادي عندك الكبيده ديالك صافي شي من اليوم قدامهم حبيبي وكبيده وتنجر راسي صافي وشوفت انا غنخلي لك ديك الفرصه ملي نكون انا وياك قدامهم نخوت عليا ونعصرني باش تبان الرجوله ديالك واش تبقى هاد الجاره دق 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 شنو بقى لك الجيران اختي تما بغات تحيد لي من العياو لا ماشي هكاك ولكن اصاحبتي نقصي منها شويه ودخلي سوق راسك الدار داري هادي ولا نسيتي عارفه ولكن كنبغيك لمصلحتك ما مصلحتي اختي جارتي وحبيبتي وتشوفني وتسول عليا وطلع عليا
السلام وليدي محمد، تعال حبيبي تعال. منين؟ صباح. واحد دقيقة بنهضر مع الوالدة، اسمعي. إيوا ناضي. سبحان مبدي الأحوال. اسمعي واحد البلان. أنا بدي. كاين بحال هذيك؟ أبو حضرة ما تعرف. صافي نسيت لي كلشي. اسمعي. محلات. وجدو والله الوالده توجدو عيط لي السيد قال لي لافير وجدات امور مزيانه كلشي ناضي غنطلب منك طالب واحد غتنوضي تلبسي جلابيتك وغتمشي تسيني لي داك الواقع صافي ولكن بيني وبينك الله يرحم لك الوالدين الاقوى العشريه في هذا الفم صافي عندك تقول لي شي حاجه قولي انا مسطيو راه ديالي هذوك راه ماشي عيله ولادي يلا نوضي لبسي تسنيني انا نتسناك تحت وتسنيني سير انت هبط خليني بحال هكا بعد الشهر ولكن انا مشيت واحد الغرض ولي سير اوليدي يلا سير سير الله يسهل عليك انا غوطات صامت نمشي سيري لوليدي حيد الناس في الناس والقرع في مشات الراس عمر ويوم ضاربه مع شطاطها وراه قالت لك العدوزه نايحه ديري شي كيكه راه محمد بغى يدير كاسكراوت محمد 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 قتلتنا بنت محمد هي اللي والدت محمد علاش مالكيش علاش واقع سمعي كاينه شي قضيه وكاينه شي طنعيره صحيحه وداك خونا بخبيصته صاحبي يدوي معاك ولا يعطيك خو الكلام داكشي في الحدود ما يجمعش معاك والو ما يعطيك الراس خيط انت شي حاجه تسولي شكون كيدير ليه واه خدام مره نخدم 10 لا ما يقولش لك يا اختي كيفاش كانت حياته هاد السنين كلها تما كاين انا ما كيدوينيش بعدا ما كيهش فيا راسو اللي يقول لي شي كلمه انا شويه زعيمه كنبغى ندخلو نقول لك انت كتخدم ليه وفاش وهادي بصح لك الدنيا بليله وسامعي سمعي دابا غير الخبر الصحيحه خالي ليا الراشي اش تاني كنت بارك انا وخالتي خير وسلام كنت حتو على قديك الجاره النايحه ايوا دخل داكشي راه بالكاريزما ماشي بحالنا حنا الرعاوين ديالنا عرفتي الشخصيه سلام منال بحال كندوي معانا عندو في البيرو عرفت بغيت ندوي مع الوالده واحد الدقيقه عطاها ليا هكا عالكني بها عطاني ود الهم يعني كتخيل دابا وجهك كيفاش دار ملي قال لك منال دقيقه معانا بيضه بزاف زرافيت اختي ما فهمش ما كيشبهوش لي الدري كانتنا حنا والد ولا فهمتش مثلا لا وقفه زوينه لا كلمه زوينه انت عندك واحد قايه زوينه طوالي طوالته من العراج واحد عندي انا بحال السيلو بيك ما فهمتش من كان يتفرق الدين ما عرفتش فين كان شي خلاني نهبطها تدار هنا في هاد الشمس صاحبي خلينا صافي ربيع صافي الله يحفظك اخويا الله يرحم لك الوالدين مالك صاحبي كتعيط كنقلب عليك فيك انت وراك يا صاحبي مشغول مشغول حتى حنا عندنا مشاكل في الدار وانت مشغول واش من مشاكل عاوتاني خالد اسمعني نقول لك مزيان وحل معايا دماغك الله يرحم لك الوالدين اما تخلعنيش قول لي شنو كاين محمد مالو مالو وكيقولوا عاجب والحال مالو بقاتو كيهضر مع الوالده باغا تكتب ليه كلشي شنو هو واش كتب ليه كلشي مالنا حنايا ماشي ولاده وانت اش من ولدها هو راه جا من اوروبا كرا لها دماغ علم الله شنو قال لها المهم سمعتو كيوشوشو وياها كتقول لي صافي انا غادي ندير لك وغنفع لك ونترك لك خالد واجمع معايا راسك الشريف تمشي جات شنو واش بغى يدير لينا عامره في خاويه وراه هادشي اللي بالي انا كرون هادشي اللي بالي يا خويا سمعني مزيان توصي المدام عندك وغنوصي المدام عندي غيتفقوا وغيخرج الوالده من الدار وغنديروا اللازم هادشي اللي بالي يا خويا ترى ماشي حنا الشيء هذا الا ما نقطعوا وندفنوا راه ما تسماش خالد بغى يلعب معايا يلعب الكبار وزيدني على كندا دابا مع مكداوي انا معامن الموصي السيد غيجيب لي واحد الخنجه كبيره غنقردو وغنديرو فيها راه هادشي اللي بالي اخويا خالد انايا راه شي حل اخر ما كاينش ماشي حنا جا البارع غير ديالنا ضريبه هو توقد معايا انا معاك ويلا خلينا نحيدو من هنا يلا زين صوني لا انا واقع هنا دابا راني جاي يا خالد فاطمة الزهرة سربي صافي هانا جيت حيد حيدي من بيتي يا ويلي تجي للمرايا صافي هي صافي كتجي خالتي ماشي وقت هادشي خالتي زيدي جي معاه بشويه مالكم زرباني ماكم على زرباني يلا راه صبروا بالناس يلا زيدي جوني يلا والله يخرجها من خالتي ولا حاجه صافي سيري زيد 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 هذا هو البلازي
شو جيب لي خناش؟ أنا غنقرض وجيب لي مع ديك الجنوية. وهذا خالتي شي اليوم إن شاء الله غنخرجوا خرج. نسيت بسطامي. لا لا هاني نسيت بسطامي. نسيت بسطامي. سمع خالتي الله يرضي عليك سمعي. البسطامي كاين فلوس كاينة كلشي كاين ما غاتخصك حتى شي حاجة. أنا هز معايا عطاني عطاني مروان. وتي عطاك مني تي هاد الكرم هذا اللي زايد عندكم نتوما بعد الشباب. خالتي تستاهلي خالتي تستاهلي. لا لا ما تستاهلش أنا بسطامي فيه لاكارت ناسيونال ديالي خاصني نمشي نجيب. ولا علاش غديري لاكارت ناسيونال ما عندك فاش تحتاجيها غنمشيو غنلمون ندورو شوية وغنجيو. ولا نتوما دخلنا عليكم والله كاينة شي مرة اللي تخرج بلا بسطامي كيفاش خارجة أنا خارجة ها بسطام ها هو ها نمشي هنينا هو بسطامي أنت اللي صرفي علينا. واش مال الفالكة مالان؟ مال الفالكة تعطيني بسطامك وين خالتي حنا بحال بناتك كي هي كي حنا كيمشي بحال شنو شنو كنتي غريب عليا انايا ما خليتوش نشد نجيب بسطامي ضروري بسطامي نخرج فيه لاخات ناسيونال ديالي وراقي ما كاين والو تعايا مروان طلقي مني يا فاطمه الزهراء مني على هاد البساله شو هالناس كاعي يتفرجوا فينا قلت لك نجيب بسطامي نجيب بسطامي فويلي نبغي حاجه نبقى هاري لي فاطمه الزهراء هاري لي لا هاكي انت الفلوس جيبك هاك هاك انت الاول هاك هاك بسطامي الاول ويلي نتوما ما يكونش كون وليتو مدفقين اخوتي فاض عليكم الرخصه لهاد الدرجه وليتو تمدوا لي الزاك انت وحيد عاودي ترجعي للدرجه كنقول عسخركم نقول لكم جيبوا لي معكم تقول لي الخلا وجلا مسلمنا ديما جرك دابا مسلمكم خضار سيري خصك تمشي نجيب الصان خايتو بالي يا مروان بالي يا صاحبي بالي وجيب لي شي نوير مال ولدي ما انا مشكي حيد انا عسام انا عس انا عس انا عس محمد ضويلي انا عس اش خوك ما درت لي والو امي كيفاش ما درتي والو وانت انا وصلتي لي هادشي كامل اصلا محمد اش خسرتك قتلتو اه علاش خسرتك حيت هي تمشي لي الولد وخليتيني حنايا اش من ولد كسبت ليها وزحها معاك مروان بودني كتقول لي ديالك داكشي ما بغيت لك مصيبة ما بغيتك تشد بلاصتو لا انت ولا هو اش من ولد ولد حرام سمعنا جزاؤه اسمعني انت ولد الكلب اسمعني انت اسمعني انت ضحى بحياته وجاب رزقه وخسروا عليكم وكتب لكم الديون وشرى لكم الحوانت فين تعيشوا اش ميت وفين ديروا ولادكم وفي الاخر هضرتوا بخوكم اويلي على ولد الحرام اويلي وليدي محمد وليدي العار وليدي على ولد الحرام قتلت لي يا ولدي قتلت لي يا ولدي قتلت لي يا ولدي لا لا ما قتلناش غير تحكم قتلت لي يا ولد الحرام ومن يضحكش معاه اويلي هذا هو جزاؤه على الفلوس الحرام فين مشاو اويلي ما تضحكش معاه هادي دابا السبيطار يولي مزيان امي نوضو نوضو مروان مروان جيب 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 يا مروان جيب